سيارات مؤجرة نفط ميسان صار لنا من 2008 من 2007 لحد هذا اليوم، كل واحد عنده 15 سنة و 16 سنة، ناس احنا صاحبين عوائل، سياراتنا غالية ومؤجرين للشركة. كان خطوط سيارتنا تاخذ من 60 فما فوق، يعني اكو سيارة تاخذ 60 واكو 65 واكو 50 واكو 55، مو سوى حسب موقع العمل. زين احنا نطلع مواقع بزرقان، العزير، الحلفايه، الفكه، كل المواقع احنا نطلعها. زين هسه الشركه محاولتها متعهد، احنا كنا على شركه نفط ميسان مو متعهد، هسه نفط ميسان محاولتها متعهد، المتعهد ظلمنا يطل السياره 30,000، 30,000 احنا ما صرفنا، ناس اصحاب عوائل 60,000 الى 40,000. بالفتره الاخيره قبل سنه او 8 اشهر انطوا العقد، يعني اضافوا المتعهد. المتعهد ما نعرف، يعني الشركه جابته، اجى من دفع عن طريق احزاب، ما نعرف مصيرنا وين راح يصير. فسيارات احنا اغلبنا ماخذينها بالدين او بالقصد، فسيارات ما نعرف احنا منين راح نوفيها، واغلب يعني اغلب يعني عوائل تعبانه هي اللي تشتغل بهذا الخط هذا. اي 2007 ولحد الان نواجه، كان عقد مع الشركه بسعر 65,000 دينار الى 50,000 دينار. حاليا العمل تحول الى المتعهد، والمتعهد اخذ العقد مال السيارات المؤجره، العدد مال السيارات المؤجره 166 سياره كوستر زائد بيكم زائد ستاركس. فهذا الموضوع صار بيه غبن، احنا ناس اصحاب عوائل واصحاب عوائل متعففه، يعني هاي خدمتنا 15 سنة، لا طالبنا بتعيين، لا طالبنا بتثبيت، لا طالبنا بتصعيد أجور. كل سنة تنحال علينا مناقصة، كل سنة ينزل من سعرنا سيارات ما يقل سعرها عن 3 دفاتر. احنا اليوم هذن ال3 دفاتر نناشد الجهات المعنية تقيمهن ايش قد شهريا. هسه ما نريد ناخذ زايد، ليكون احنا ماخذين زايد من الشركة، ما اريد يا بزايد، بس احنا نقول المتعهد نزل علينا ب 30,000 دينار. يعني العقد ماخذه من الشركه كل سياره اجورها 40,000. حسب لقائنا ويا المتعهد، المتعهد قال انا كل سياره اقص من يمها 10,000 دينار.